ارادت هذه السيده ان تبيع دجاجتين وما حدث كان غريبا جلست سيده تريد بيع الدجاج امام كشك صغير اثناء ذلك اتت زوجه تطلب دجاجا صغيره الا انها لم تجد طلبها فتمنت لو انها اتت باكرا فلربما تمكنت من ايجاد طلبها فاجابتها السيده بحزن حتى لو اتيت باكرا لن تجدي طلبك فأنا لا أملك إلا هاتين الدجاجتين وأنا هنا لأبيعهما وأشتري لأطفالي حقائب ودفاتر مدرسية فلم تسمح لهما المديرة بأن يدخلا إلى المدرسة دون هذه المستلزمات أجابت الزوجة بكم تبيعين هذه الدجاجات؟ أجابت السيدة بمئة وخمسين فقط أعطت الزوجة السيدة الكبيرة مئتين وطلبت منها بان تنظف وتذبح الدجاج لاجلها واخبرتها بانها ستعود بعد قليل وبعد مرور الوقت عادت الزوجه وهي تحمل بيديها حقائب مدرسيه واقلاما واعطتهم للسيده وقالت لها الم اخبرك بانني لا احب الدجاج الكبير اتركيها لاطفالك وهذه الحقائب والدفاتر لهما خرج صاحب الدكان بعد ان سمع المحادثه بينهما سعيدا وهو يقول لقد حاولت ان اعطيها الاموال منذ الصباح ولكن عزه نفسها منعتها فدعوت الله ان يرقق قلبك عليها فمن يفرج كربه عن اخيه يفرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يتصدق فله اجر عظيم عند الله تعالى